السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب يا رب كده تكونوا كويسين كده وقاعدين رايقين. انتوا عارفين بقى انا باجي حلقه يوم الاثنين دي والله ببقى فرحانه بطريقه مش عارفه، الحلقه دي كده على قلبي كده بتبقى خفيفه، علشان يعني بناخد كده اكبر قدر كده من المكالمات وبنشوف الاسئله بتاعتكم، وبقعد كده اتفرج على التطبيقات بتاعتكم. دايما كده بنعمل كده وصفه، بتكون كده وصفه واحده في حلقه يوم الاثنين بس، بتبقى ايه بقى مليانه بقى حركات كده وبتبقى وصفه حلوه قوي. فالنهارده ان شاء الله عايزه اقول لكم ان انا هعمل معاكم حته وصفه بقى خطيره، طريقه تشكيلها حلوه قوي وهتدي معاكم كميه فظيعه. يعني احنا النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله، انا مسميها كده لقيمات بالجبنه، هنعملها عايزه اقول لكم المقدار بثلاث كوبايات وربع من الدقيق. شوفوا هتدي معاكم اسفه هتدي معاكم كميه عامله ازاي، هتدي معاكم كميه كبيره جدا جدا من ثلاث كوبايات او ثلاث كوبايات ونص من الدقيق بس. حلوه قوي للفطار للعشاء واهم حاجه لللانش بوكس. ليه بقى؟ علشان احنا بنعمل منها كميه كبيره وبنشيلها في الفريزر كده يومين ثلاثه اسبوع حصلش اي حاجه خالص. فالوصفه دي بشوف انها من الوصفات الموفره وحلوه قوي مناسبه قوي للباك تو سكول. قبل ما نبدا بقى اقول لكم على الرقم بتاعنا بقى، لا تكلموني عليه ان شاء الله 0238352227، ولو رقم دولي هنزود قبل الرقم 00202 وبعد كده الرقم. في بوست نزل النهارده الصبح على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ، اكتبوا بقى عليه بقى كل اسئلتكم ونزلوا كل تطبيقاتكم ان شاء الله هنقراها في الحلقه. طيب ننزل بأول حاجة المقادير بتاعة لقيمات الجبنة اللي احنا هنعملها النهاردة مع بعض، بسيطة جدا جدا. بصوا بقى، علشان نعمل العجينة عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، 2 معلقة صغيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، 5 معالق كبار من الزيت، مية دافية للعجن. الصوت يا جماعة بعد إذنكم، نقول العجينة مع بعض تاني. 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم 2 معلقة صغيرة من الخميرة، 2 معلقة كبيرة من السكر، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، 5 معالق كبار من الزيت، مية دافية للعجن. هنحشيها بشوية جبنة، عندك حتة جبنة فيتا كده تمام، تبقى الجبنة ما فيهاش أي مية خالص، أي سوائل، أي حشوات بنستخدم فيها جبن الجبن ما بيكونش فيها سوائل خالص. هندهن بشوية لبن، الناس اللي بتحبش البيض في الدهان وفي العجينة النهاردة عاملة لكم الحاجة اللي انتوا طلبتوها مني، مش حاطة في العجينة بيض خالص ومش هنستخدمه في الدهان. على الوش شوية حبة البركة. طيب انتوا خدتوا بالكم انتوا من الخيط ده؟ الخيط ده على فكره اهو هو ده الخيط ده، هنشكل بيه اللقيمات بتاعتنا طريقه سهله وبسيطه. وانا بشوف ان اي تقطيعات كده احنا بنعملها في الخيط ايه في العجينه، ضروري ان احنا نستخدم الخيط، زي مثلا ما احنا بنعمل السينابون كده بنستخدم الخيط. ليه؟ علشان العجينه تطلع معانا متساويه وما تتقطعش كده بالسكينه. طيب يا جماعه في صوت هنا مش ظريف، يا ام محمود ازيك؟ الحمد لله يا ام محمود، انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله، كل يعني حاجه بايدك جميله. الله يخليك، كل وقتك حلوه كتر خيرك، ويعني انت انسانه كده رقيقه وجميله كده وهاديه كده، كتر خيرك والله. شكرا يا ام محمود، والله كلك ذوق والله حبيبتي، والله الله يخليك، شكرا، ربنا يخليك كده يحسن. امين يا رب العالمين، امين يا رب. شكرا يا ام أمين. محمود والله شكرا يا حبيبي، بتنوريني دايما بمكالماتك، شكرا يا ام محمود قوي، كتر خيرك نورتيني. طيب بصوا بقى، احنا دايما كده في الحاجه كده اللي احنا بنخبزها كده مع بعض، ببدا كده بالخطوه، خطوه متاخره شويه علشان بحب ان الحاجه انتوا تشوفوها تستوي كده معانا في الهواء. بعد ما اتشكلت هقول لكم احنا هنشكلها ازاي، هندهنها بايه بقى. الناس اللي ما بتحبش البيض ادهنوا بشويه لبن، طالما العجينة بتاعتك مختمرة بالراحة بالراحة كده وانت بتدهنيها، علشان اي خبطة كده اطبط معاكي العجينة اهو. طبعا العجينة وهي مختمرة لازم انها تتغطى، ليه بقى؟ بتكون قشرة، يعني بصوا شايفين عشان هي تثابت شوية في الجو، هنا الجو ساقع، شايفين هي بدأت ان هي تكون قشرة، الوش بتاعها نشف. فطالما الوش بتاع العجين بتاعك نشف بيبقى يعني ايه، النتيجة ما بتكونش احسن حاجة وبينشف شوية على فكرة من الوش، فضروري ان احنا نغطي العجينة شوية لبن كده على الوش، وبعد ما ندهن شوية حبة البركة او شوية سمسم
السوا هيكون عامل ازاي؟ فرن يكون سخن. لا كده بالشكل ده. السوا بقى من الحاجات اللي احنا بننساها قوي على فكره واحنا بنعمل اي مخبوزات، وعايزه اقول لكم ان هو قد ايه يعني يعني نسبة كبيرة قوي من نتيجة المخبوزات اللي انت بتعمليها بتكون واقفة على فكرة على السوا. ضروري ان الفرن يكون سخن. احنا لو انا دلوقتي فتحت يا دوب الفرن وسبته دقيقتين ثلاثة وجيت دخلت الصاج ده هيطلع ناشف معانا. ليه؟ هيطلع ناشف علشان هيطول في الفرن، فمعنى ان هو طول معاكي يبقى كده هيطلع ناشف معاكي. يا ندى القمر ده ازيك يا ندى؟ الله يخليك يا ندى، والله كتر خيرك. القمر ما شاء الله النهارده، ربنا يحفظها من ايديك. ربنا يخليك يا ندى، امين يا رب. عامله ايه؟ انا زي الفل والله، انتي اخبارك ايه؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه رايك يا ندى ولا بتحايليني؟ لا والله جميله، انا هجربها ان شاء الله. جربيها يا ندى، شوفي الحلقه النهارده هتعجبك قوي على فكره. هو لسه ما فيش ولاد ولا الكلام ده، ان شاء الله ربنا يقومني بالسلامه بس ان شاء الله. هجربها. ربنا يا رب يقومك بالسلامه يا رب يا ندى. ادعي لي بقى. ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه وتفرحي بالبيبي كده ان شاء الله. تسلمي لي يا قلبي، الله يخليك. الله يخليك يا ندى. ماشي يا ندى، نورتيني، شكرا. طيب انا دلوقتي دهنت شويه الحاجات الحلوه دي بدهنه من اللبن من غير بيض ولا حاجه على الوش، شويه حبه البركه. هاخد الصاج ده وادخله فرن سخن كويس متسخن قبل ما ندخل الصاج بربع ساعه على درجه حراره 180. الفرن يكون شغال من تحت بس، ممكن لو عندك مروحه تشغلي المروحه لكن ما يشتغلش الفرن من فوق وتحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصاج طبعا يكون في النص بس كده، ودايما كمان كده بحب ان حركتنا تكون سريعه واحنا بنشتغل، واحنا طالما احنا مسخنين الفرن تبقى حركتك سريعه. ليه بقى؟ علشان طول ما انت فاتحه باب الفرن انت كده عماله تقللي درجه الحراره والهواء البارد بيدخل فبيقلل درجه الحراره، تمام؟ طيب العجينه اللي انا قايله لكم عليها النهارده بسيطه جدا، وحبيت ان انا اللي عايزين جلافزات فيه ولا لا؟ حبيت ان انا اعمل لكم النهارده عجينه من اقل من نص كيلو دقيق، من 3 كوبايات، 3 كوبايات ونص اعتقد، يعني بقى ما فيش اقل من كده علشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لكم وتعرفوا ان الكميه دي هتطلع معانا ان شاء الله كميه كبيره قوي. مش مستخدمه بيض عشان انتوا يوم الاثنين اللي فاتوا يوم الاثنين اللي فات قلتولي كان في كده تعليق جالي اللي هو ايه، انا ما بحبش استخدم بيض ومعظم الحاجات اللي انت بتعمليها بتستخدمي فيها بيض. لا مش شرط خالص على فكره، العجينه دي هتبقى حلوه قوي. بصوا بقى عندي خميره. يا شهد ازيك؟ يا شهد احنا نشمر بقى. ازيك؟ ايه عامله ايه يا شهد؟ الحمد لله. انا والله كويسه الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا بحب وصفاتك جدا والله. الله يخليكي والله، كتر خيرك والله. كل حاجه تطلع من ايديك حلوه والله. تسلمي، شكرا يا شهد والله، نوراني والله. انا بس عايزه اقدم اهداء. يلا لمين؟ لخطيب محمود. خطيبك محمود. طب يلا بقى، يلا بقى احنا كلنا نهدي معاكي. انا عايزه اقول له ان انا بحبك قوي. سلام. وربنا يخليك ليا يا رب. يا رب. وتفضل جنبه على طول ويحقق لك كل اللي انت عايزه يا رب. امين يا رب. رب انتوا هتتجوزوا امتى يا شهد ان شاء الله؟ كمان 3 شهور. ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدكم. يا رب يا سيف، وانا بحبك قوي والله، وانا كمان متابعك برضه. يا سلام، ده انتوا والله يعني منور. بعد ما تتجوزوا بقى يا شهد بقى اقعدوا اتفرجوا عليا. ماشي يا شهد، ربنا يا رب يخليكم لبعض انت ومحمود، وان شاء الله كده تتجمعوا كده مع بعض على خير ان شاء الله. نورتيني يا شهد والله. طيب وانا بكلم شهد حطيت الخميره، بصوا نزلت بالخميره اهي 2 معلقة صغيره، وبعد كده هنزل بالسكر كله بقى مع بعضه، تمام؟ انا اصلا على فكره والله مش بقى التلفزيون بقى وبتاع وبرنامج وكده، لكن انا بحب وانا شغاله ده مفيش حاجه كده لخماني في دراعي، فده بالنسبه لي مأساه، عشان كده ايه بس ايه نشتغل براحتنا. انا حطيت الخميره والسكر وبعد كده بصوا اللبن البودره كله مع بعضه والزيت الميه، هنزل بشويه ميه. الميه صعب قوي ان انا اقول لكم على مقدار للميه، يعني مثلا
الثلاث كوبايات ونص من الدقيق ممكن ياخدوا كوبايه من الميه. انا مش عايزه اقول لك كده بصراحه، لان انت ممكن تاخد معاكي كميه اكتر او اقل حسب نوع الدقيق. انت هتنزلي بكوبايه الا ربع، خليكي في الامان، نزلت بكوبايه الا ربع او يمكن زادت معايا شويه مش مشكله، وقلبي وبعد كده انزلي بالدقيق. والله لقيتي ان العجينه لا ناشفه، هتضيفي سنه ميه سنه بسنه. لو لقيتي ان هي طريه معاكي هتضيفي شويه دقيق، بس دايما مفيش مشكله خالص ان احنا نزود. على فكره هنزل برشه ملح، نزلت بشوية ملح كده يا صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شفلاء؟ الحمد لله. حضرتك عاملة ايه؟ منورة الله يخليكي. الله يخليكي والله بنورك. ايه الجمال ده كله؟ حضرتك بتعملي حاجات جميلة أوي والله. شكرا والله لحضرتك، والله منوراني والله. ده نورك والله. انا عايز اقول لحضرتك انا جربت فيكي البسبوسه، جميله جميله بجد. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي يا صاحبي. جربتها كتير يعني، وعملتها عند ماما كمان. ما شاء الله. وماما رايها ايه؟ جميله بالهنا والشفا. انت اللي عجبت تسلم ماما واخواتي جدا يعني. بالف هنا وشفا، تسلم ايديكي الحلوه والله. شكرا جدا على كل حاجه بتعمليها يا شيخ. الله يخليكي يا صافي، كتر خيرك، نورتيني. شكرا يا صافي، نورتيني وتسلم ايديكي. كيكه البسبوسه، ثانيه واحده يا استاذ جيمي، بس عشان نقول كيكه البسبوسه دي من، عايزه اقول لكم من الحاجات البسيطه جدا واللي هتنجح معاكم كده كده ان شاء الله، نجاحها مضمون قوي، وفي نفس الوقت بتدي معاكي طعم البسبوسه. وانا بكلم صافي، بصوا يعني شايفين بالظبط العجينه، لا هي بتقول انها حلوه، شايفين العجينه؟ بصوا ما شاء يعني ما شاء الله لمت معايا على طول. دي بقى يا جماعه بتيجي معاكم، يعني ان انا حطيت الميه ونزلت بالدقيق اتكونت معاكم، دي بتيجي معاكم من كتر العمايل، العجين والمخبوزات هتيجي معاكم بالخبره، خلاص انت بتبقي عينيكي هي الميزان بتاعك. طب انا دلوقتي نزلت بالدقيق حسيت ان العجينه لا طريه، هتضيفي معلقه بمعلقه، معلقه دقيق بمعلقه، والعكس لو حسيت ان هي ناشفه هتضيفي سنه ميه. ما نقعدش نلعب قوي في المقادير برضو، لان احنا في الاخر انا حاطه معلقتين من الخميره، يعني ما نزودش مثلا كوبايه دقيق، لا احنا كده بقى لعبنا في المقادير بتاعتنا. فيوم ما بتضيفي معلقه معلقتين، انا بقى بصوا بقى هاخد كده العجينه دي واحطها بقى على الرخامه واقعد اهبط فيها بقى، اعجيني فيها كويس قوي، افتكري اي حاجه مضايقاكي هتطلعي نتيجه خطيره والله. والله هتطلعي نتيجه حلوه قوي. انا بقى هقعد اعجن كده في العجينه بالشكل ده، ونروح لفاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفاصل. طبعا هي لسه محتاجه عجن، وعايزه اقول لكم على حاجه بسرعه كده بسرعه، بس يعني ايه، انتوا عارفين ان في طريقه من طرق العجن والله العظيم بتدي معاكم نتيجه رهيبه، بس بقى ايه بقى الناس هتتلم عليكم. بصوا تمسكوا طرف العجينه كده كده ماشي، شايفين الطرف ده والطرف ده، بصوا كده على العجينه، بصوا خليكم كده زي ما انتوا، تخبطوها كده وتروحوا حاطين ده على ده، وتروحوا حودينها كده، وتروحوا كده وهكذا. انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتدي معاكم نتيجه فظيعه، يعني انا على فكره كتير قوي بعمل الحركه دي في البيت، رغم ان انا عندي عجان ايوه اهو، بس بعملها في البيت، بس هبد السنين بقى خبط بقى مش قادره اقول لكم، يعني اللي هو ما تعمليش احسن اهو. دي طريقه. اقول لكم حاجه تانية بسرعه، في طريقه تانية للعجن بالايد، بصوا شايفين الحته دي بطن الايد اهي، الحته دي بتروحوا ايه بقى واخدين الطرف ده وتقعدوا تعملوا كده، تفضلوا تلموا كده الاطراف على بعض كده كده كده. وعايزه اقول لك على معلومه بقى حلوه قوي، لما تلاقي ان العجينه تعباكي شويه كده هتروحوا حاطينها كده بالشكل ده ومغطينها بكيس بلاستيك او بفوطه، تسيبوها 5 دقائق، 5 دقائق تريح شويه، ارجعوا عجنوها تاني. بصوا يعني على فكره ما اخدتش وقت كتير، بس بدات ان هي تلم معايا، تبقى ناعمه كده معايا بالشكل ده، بس انا لو حودتها لكم كده هتلاقوا لسه في فتحات كده، والخروم دي مش بتبقى اظرف حاجه على فكره، دليل على ان العجينه لسه محتاجه عجن تاني. نفترض بقى عشان وقتنا، كاننا يعني كانها اتعجنت، هنحط عجينتنا الحلوة كده وهغطيها،
هنغطيها ونسيبها تخمر نص ساعه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ممكن قوي ان انتوا لما تيجوا تسيبوها تخمر تحطوها على طبق طبق كده، يكون طبق مسطح يعني، وتسيبوها تخمر على الشكل ده. انا عايزه الشكل ده، ما تسيبوهاش كوره اهي كده. بصوا هتاخدوها كده وتجيبوا طبق مش بوله وتحطوا العجينه كده. ليه بقى؟ مش عايزاها شكل كوره كده بالشكل ده. علشان انا هاخد العجينه دي وهبدا ان انا افردها كده قدامي تبقى يعني مربع كده كبير، فانا عايزاها تبقى بتختمر على الشكل اللي هي تتفرد بيه. يعني هي دلوقتي انا هاخدها ككوره، هفضل بقى ان انا ايه اعيد تاني فردها، فانا عايزاها تبقى ايه مختمره على الوضعيه اللي هي هتاخد الفرد عليها. حاضر، طالما العجينه مختمره نتعامل معاها بالراحه. تمام، انا هقسم العجينه. نجيب كده ايه سكينتنا ونقسم كده ايه العجينه بتاعتنا. وانا عايزه محتاجه اروح اشوف الصاج اللي احنا حاطينه في الفرن. يلا بينا. بسم الله. طيب يلا بسم الله. شايفين شكله حلو ازاي؟ محتاج حاجة، محتاج ان هو يتلف لفة. الشكل ده. وهنسيبه تاني كده دقيقتين دقيقتين ونرجع ان احنا نشوفه تاني. ممكن ننزل بالبوست اللي نزل على صفحة البرنامج سنة أولى طبخ اللي هتنزلوا عليه كل الأسئلة بتاعتكم. واحنا بنشوفه كده انا هعمل ايه بقى؟ هجيب شويه دقيق وهعمل ايه؟ هدي كده تعفيره من الدقيق كده، هنشوفها دلوقتي. اهو ده يا جماعه البوست اللي انتوا هتكتبوا عليه كل الاسئله بتاعتكم. عايزين معالق. خلاص؟ يلا بينا. جاهز قبل ما نبدا كده نشكل، بحب ان انا اجهز قوي كل المكونات كده بتاعتي والحاجات اللي انا هستخدمها عشان ما افضلش رايحه جايه. يا شيماء تعفير الدقيق. يا شيماء بصي. شيماء عامله ايه؟ ازيك يا شيماء، اخبارك ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني وحشتيني وحشتيني. انت وحشتيني وحشتيني وحشتيني. عسل يا حبيبه قلبي. والله العظيم انت حبيبتي. والله وانت كمان حبيبتي كمان. الله يخليك. وازاي ياسين عامل ايه؟ بس كل كنت عسل. والله كنت عسل وانتوا بتعملوا الاعلان. ايه رايك انت في الاعلان ده؟ الله اكبر عليه، ربنا يحمولك يا رب. الله يخليكي. الله يخليكي. اللهم صل على النبي عليه. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحمول. امين يا رب العالمين. انت هو حتى نعي ونير مع ابنك. اه والله العظيم. اه بيستفزني يا شيماء والله بجد، بيستفزني. والعيق والله. اه والله ربنا يهدولك يا حبيبتي. الله يخليكي. الله يخليكي. ولعيد ميلاد انت وشيف نونا برضه شفتها لكم، كان جميل. الله يخليكي يا شيماء والله، كتر خيرك. ربنا يحلي ايامك يا حبيبتي يا رب جميعا. ربنا يحلي ايامك ويخليهولك. امين يا رب العالمين. امين يا رب يا شيماء، كتر خيرك والله. شكرا يا شوشو، شكرا نورتيني. بصوا بفرد بقى العجينه كده بتاعتي اهي، ما نكترش قوي في ال واحنا بنحط الدقيق. ولما نيجي نسيب العجينه تخمر بلاش نحط دقيق في البوله، يا تحطي نقطه زيت يا ما تحطيش حاجه خالص. تمام، هي بس اختمرت على شويه دقيق كده، فانا مش عايزه برضو الدقيق ده لان هي العجين بيخمر فبيروح واخد كتل الدقيق دي معاه. فانا بقى بصوا بشيل كده اي دقيق. يا ام حمزه، ام حمزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا ام حمزه؟ ازيك يا ست سهلاء؟ انا زي الفل والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه الله يخليكي. بالصحه والسلامه يا سلام. بعد اذن حضرتك انا عايزه طلب. طبعا اموريني. عايزه طريقه النجرسكو. طريقه الايه؟ النجرسكو. حاضر، لو عرفنا ننزلها لك يا ام حمزه. حاضر. الله يخليكي. عينيا عينيا الاثنين. لو عرفنا حبايبي كده ننزل النجرسكو يبقى كتر خيركم. حاضر حاضر يا استاذ ايمن. حاضر حاضر. ممكن نشوف الصاج. الله الله. يلا نطلع الصاج اهو كده. خلاص
حلو قوي كده هطلعه. وهنعمل ايه بقى وانا رايحه كده هناك؟ هاخد بخاختي معايا ونحط الصاج بتاعنا، وهو الصاج سخن، بخه ميه، ثلاث اربع بخات كده، ما تخافيش لغايه ما خلاص ما تسمعيش صوت اهو. وحاجه تانية ضروري ان انت تجيبي فوطه وتغطيه، لازم انه تتغطى، لان انت لو ما غطيتيهاش هتنشف معاكي. اي فوطه نظيفه كده وحديها كده وخصصيها للحركه دي، هتغطيها وتسيبيها 10 دقائق. بصوا لي بقى كده على العجينه، انا فردت العجينه كده بتاعتي بالشكل ده، ممكن يعني تكملي تظبيط بالايد، جبنه، اي حاجه، اي مخبوزات هنستخدم فيها جبن تكون من غير ميه، الميه دي هتقطع معاكي العجينه بالشكل ده. وما تكتريش قوي في الحشوه لسببين، اولا علشان الجبنه ما تطلعش بره معاكي، ثانيا ان هي هتبقى اللقمه صغيره مش هتستحمل حشوه كتير بالشكل ده. هنعمل ايه بعد كده؟ هاخد طرف العجينه دي وهقفل نص قفله، بس انا هقفل بس الاول على الحشوه. تمام كده، نص تقفيله. بعد كده هاخد دي وهعملها كده نص تقفيله تاني. انا على فكره مش بلف دايره كامله اهي، كده وكده وكده، بقت معايا بالشكل ده، ما نلفش العجينه كذا مره. هجيب سكينه، بسم الله كده ماشي، هاخد الطرف ده واقفل. ضروري التقفيله دي ضروري ضروري، علشان احنا لسه هنسيبها تخمر، فهي ممكن قوي ان هي تتفتح وهي بتخمر او هي في الفرن خلاص. طيب ممكن انت تقطعيها بالسكينه، وممكن انت تعملي حاجه تانية بقى اللي انا هعملها لكم دلوقتي، خيط. طيب احنا بنخيط بس قبل الحلقه. يا نسمه ازيك؟ يا نسمه الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب دايما. لو سمحت يا سيف الاء، عايزه طريقه القرص الطريه. حاضر، عينيا. وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا نسمه. حاضر، هقول لك يا نسمه على طريقتها، واكتبي على اليوتيوب القرص الطريه سنه اولى طبخه الاء الجبالي، هتطلع لك الحلقه، عملنا حلقه بس عن القرص الطريه، لازم يا نسمه تشوفيها. حاضر، هقولها لك بعد الفاصل. بصوا بقى، جبت الخيط، شايفين بقى طريقه التشكيل دي؟ هيبقى الموضوع اظبط من السكينه اهي، وبعد كده بقى ايه اهي، بصوا بقى هتبقى مظبوطه مظبوطه معاكي اهو، شايفين؟ لو احنا بقى عملنا بالسكينه الشكل العجينه ده هيبوظ معايا. تعالوا اعمل لكم واحده تاني. حاضر، والله فكره حلوه على فكره، هعمل لكم برده بالسكينه. علشان ايه بقى؟ عشان اقول لكم هي يعني مش هتبوظ يعني، بس هي شكلها هيبقى مش منتظم اهي. شايفين السهوله؟ والله العظيم جميله ازاي، بتبقى زي اللقمه اهي. طب بصوا بقى بالسكينه، بصوا السكينه اهي، شايفين بقى الحركه دي اهي، بصوا بقى، بقى بيبقى الموضوع مش ظريف. فانت هتضطري بقى ايه، ان انت بقى تقعدي تحركيها بقى كده وتظبطي في شكلها وانت بتضغطي. بصوا شايفين، انا طلعت الجبنه الناحيه الثانيه، يعني انا عشان اظبط شكلها كده، بصوا القلبه دي، الجبنه طلعت، شايفين الشكل؟ شايفين الفرق اهو؟ هو ده الفرق. تعالوا كده ايه، يا صابرين، الخيط فين يا صابرين؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا صابرين؟ ازاي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا. الله يخليكي، والله شكرا يا صابرين، والله تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها لنا. كتر الف خيرك، والله كتر الف خيرك. والله انا نفسي اشوف حضرتك، انا نفسي بس اسلم عليكي. ده انت يعني ده شرف ليا والله. الله يخليك، منوره الدنيا كلها. كتر خيرك يا صابرين، والله كتر الف خيرك. والله العظيم انا مش بحبك، انا بعشقك بجد والله. والله يعني ده شكر، والله شكرا يا صابرين، والله والله الله يخليك. مش عارفه اقول لك ايه والله، لذوقك ده، انت كلك ذوق بس. والله العظيم ربنا يخليكي يا رب لينا. الله يخليكي، الله يخليكي يا صابرين، والله كتر الف خيرك. الله يخليك، كتر خيرك، نورتيني والله، شكرا يا حبايبي، والله تحرمش منكم حبايبي والله العظيم. شايفين السهوله دي؟ نعم يا استاذه ميرنا، تاني كده ماشي. استاذه ميرنا متعصبه ليه كده؟
ايوه الله اهي. انا عايزه اقول لكم بقى كميه الثلاث كوبايات ونص من الدقيق، عارفين هتطلع معاكم كام؟ هتطلع معاكم اكتر من 60 قطعه، والله اكتر من 60 قطعه بنفس الحجم ده. انتوا متخيلين من 3 كوبايات ونص من الدقيق؟ فالموضوع يعني بيكون يعني ايه، بقول دي خليها بقى كده عشان الطرف كده فيها بس كده. فالموضوع بيكون اولا ما بنهدرش من العجينه خالص، بنستغل كل قطعه هتدي بترمي معانا كده كميه كبيره قوي، حلوه قوي ان هي تتشال في تعملي كميه وبعد كده تسيبيها تبرد خالص وتغلفيها وتشيليها في الفريزر. بلاش بقى قصه ان احنا بنسيبها، تسيبيهاش حتى ان شاء الله ليله بره، لان مجرد ما بتتساب كده هتلاقيها ان هي مفروله معاكي، هتفرول معاكي على تاني يوم. وعلى فكره ده في اي مخبوزات يعني، فتبقى حلوه قوي يا جماعه للمدارس والله. هتبقى بديل على فكره للسندوتشات لان هي فيها جبنه. العجينه عايزه تزيدي القيمه الغذائيه بتاعتها، وده اللي انا بفضله ان انت تعجنيها بلبن مش بميه. ممكن تميكسي ما بين اللبن، يعني انت تعجني بشويه لبن وشويه ميه، ممكن تستغني عن اللبن البودره وتحطي صفار بيضه او بياض بيضه او الاثنين او بيضه كامله براحتك خالص. وممكن بصي هديكي كل الاختيارات، ممكن ان انت تحطي عبوه زبادي برضه هيبقى ايه الموضوع ظريف. يا ياسمين يا ياسمين الو ازيك يا ياسمين؟ الو اي ياسمين ازيك؟ ايوه ايوه الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه يا ياسمين. انت اخبارك ايه ياسمين؟ ألو. ممكن تسمعيني من التليفون؟ انا بحبك قوي قوي، بقالي فتره عايزه اتكلم معاك ومش عارفه. والله نورتيني يا ياسمين والله. الو انا سامعاكي يا ياسمين، اسمعيني من التليفون. يا شيخ بالله عليك تكلميني بعد الحلقه، عايزاك ضروري. حاضر حاضر يا ياسمين، حاضر عينيا حاضر. طيب هجيب الصاج. عينيا عينيا الاثنين. بصوا بقى شايفين بقى الحلاوه، حلويات كده، دي جميله قوي زي اللقمه كده، لقمه اهي. لا يا لقمه بقى كده باللغه بتاعتنا يعني. فالموضوع بقول لكم يعني ظريف قوي، طريقه تشكيله سهله وبسيطه والله، مش هتاخد معاكي. ايوه انت ممكن اصلا تخلي ابنك يعمل معاكي يعني بالشكل ده. انا بقى هقعد كده هتسلى في الفاصل واجيب اجيب الخيط بتاعي واقعد بقى اقطع بقى في العجينه. فاصل صغير كده وارجع لكم تاني، استنوني يلا. لكم بعد الفاصل شكلت ده تمام. طيب المفروض ان احنا بعد ما بنشكله لازم اجباري يتساب يخمر مره تانية ربع ساعه، من ربع لتلت ساعه. ما ينفعش ابدا انا ادخله دلوقتي ابدا، هيطلع ناشف معاكي لان هو لسه مش مختمر، فانا لسه لازم اسيبه يختمر مره تانية عشان يطلع هش معايا. بس انا عايزه اعمل حاجه، انتوا عارفين اصلا ايه ده مش صح. ان انا عايزه اسويه كده وبرضو علشان تشوفوا الفرق ما بين اللي هيختمر معانا واللي مش مختمر. انا حتى على فكره الحاجه لما بحب ان هي ايه اوريكم وهي بايظه، يعني مش مديها معاكم كده نتيجه حلوه علشان تشوفوا الفرق. مرحله التخمير دي من اهم مرحله. وعايزه اقول لكم على حاجه، لا تتساب فتره قليله ولا تتساب فتره كبيره، علشان العجين لما بيخمر بزياده بيدي معاكي نتيجه عكسيه، بينشف معاكي. خلاص دهنه لبن وزي ما طلبتوا عجينة اهو من غير بيض كده. يا فرحة. ايوه ازيك يا فرحة؟ ازيك يا شيف آلاء عاملة ايه؟ الحمد لله يا فرحة. انت اخبارك يا فرحة؟ تمام والله العظيم انت قلبي. انا والله الله يخليكي والله، شكرا يا فرحة والله. احب حضرتك واموت فيكي موت والله. شكرا قوي شكرا.
انت والله منوراني كده وسمسمايه كده رايقه جدا. والله العظيم شكرا يا فرحه، والله ده انت اللي ذوق بس بجد. الله يخليك، كلنا بنحبك هنا والله، ومستنى حلقتك دايما والله، يعني وحشنا جدا لما بتغيب يا حبيبه قلبي. شكرا يا فرحه والله، الله يكتر الف خيرك، كلك ذوق والله، كلك ذوق ورق. ربنا يخليك يا شيخ، انا بحب حضرتك جدا والله. ده انا اللي كمان حبيت مكالمتك قوي يا فرحه، واسمك جميل قوي، اسم فرحه من بني سويف. نورانا يا فرحه والله. فرحه فين؟ شكرا يا فرحه، شكرا يا فرحه والله، نورتيني والله، منوراني يا فرحه. تكلميني تاني يا فرحه بعد اذنك، احنا برضو ايه، اسمك حلو ومكالمتك حلوه قوي. وانا بكلم فرحه دهنت بشويه لبن وعلى الوش حبه البركه، انا عايزه اعدل دي، مش هتفرق قوي بس ايه. يلا ناخد بقى الصاج الحلو ده وندخلهم فرن سخن على درجه حراره، بسم الله الرحمن الرحيم، 180، الفرن يكون شغال من تحت بس، ونسيبه بقى. يلا بينا، هتعذروا بقى. الله ماشي. طيب احنا شفنا البوست اللي نزل على صفحه البرنامج، تمام ماشي، ننزل بالبتاع بالبوست تاني كده لغايه ما ايه بقى حاضر حاضر، نمسح كده مش في البيت، نفتح بقى ايه، بسم الله. البوست اللي نزل على صفحة البرنامج، ماشي ثانية واحدة، فين؟ اهو انا، يلا بينا. يسر ابراهيم، مدام يسر ابراهيم بتقول عملت الكسكسي طلع تحفه ما شاء الله، تسلم ايديك الجميله، حلقه الكسكسي كانت تحفه، كان معايا شيف احمد فرج، وبصراحه يعني عملنا اجمد كسكسي، وهو كمان من الناس اللي فظيعه في عمل الكسكسي، فتسلم ايديك يا مدام يسر والله. مشيره الشريف، بساطه وشياكه مفيش بعد كده، يسعدك ويبعد عنك اي شر، شكرا لحضرتك يا مدام مشيره والله منوراني. ام ريان بتقول شيف لولو حبيبتي ممكن طريقه اللانشون يكون صحي بعد اذنك، ونزلي المقادير لان زوجي بيحبه وانا بحبك قوي. يا ام ريان ان شاء الله باذن الله هنعمل اللانشون الاسبوع ده، هنعمله باللحمه وهنعمله بالفراخ، حاضر من عينيا. احنا يمكن عملناه مع بعض قبل كده بس ضروري واحنا شغالين فيه تشوفي الحلقه كده علشان تشوفي برده طريقه عمله عامله ازاي بالظبط. منى يا رباب، رباب ازيك يا رباب؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا الحمد لله يا رباب، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب، انا كويسه الحمد لله، في نعمه الحمد لله. الحمد لله بموت فيكي. الله يخليك يا رباب والله، كتر خيرك والله. الله يخليك. زمان وانا عايزه اتواصل مع حضرتك بس دايما بتجيلي رقم مشغول على طول. معلش بقى، معلش، انت نورتيني النهارده والله يا رباب. نورتيني يا رباب والله، وشكرا لمكالمتك الحلوه دي. ماشي حبيبتي. طيب منى شريف بتقول انا بحبك قوي يا شيف الاء، ربنا يخليكي لينا ويجعل ايامك كلها حلوه، انا عملت الجلاش وكيكه الرواني على طريقتك بجد جميله قوي. بس عشان شويه دقيق عليها كده منى، بصوا عاملين عامله الجلاش حلو قوي، الجلاش المحشي تحفه، شكله حلو قوي يا منى، احنا عملنا جلاش محشي على الطاسه، شايفين اهي. تسلم ايديكي يا منى، تسلم ايديكي الحلوه. يلا طيب. نور بتقول لا مفيش سؤال، في تحيه من اهل البحيره لاسره قنوات فود، اقوى قناه طبخ في مصر، شكرا يا نور منورانا والله. طيب نجوى بتقول لو فضلت اقول بحبك العمر كله مش هيكفي والله، كنت عايزه اعرف طريقه سهله للتشيز كيك. حاضر يا نجوى، لو عرفنا ننزلها لك في الحلقه، عملنا قبل كده مع بعض طريقه سهله جدا للتشيز كيك، كان بالفراوله، طريقه اقتصاديه جدا. حاضر يا نجوى، عينيا. طيب الحاجه اصيله، يا صباح الجمال يا شيف الاء، انا بحب ضحكتك قوي، انا عملت بسكوت اليانسون تحفه يا حاجه اصيله، تسلم ايديكي، هي مصوره وهي في الفرن، تسلم ايديكي، تسلم ايديك الحلوه. بسكوت اليانسون احنا عملناه كان يا جماعه حلو قوي قوي، طريقته سهله ومش محتاج ان هو خطوات كتير، عملته ساعتها بطريقه مبسطه، هو دلوقتي في الفرن بيطلع ينشف، وبعد ما بينشف بنقطعه كده نفس المقاس البسكوت، بيبقى حلو قوي قوي، تسلم ايديك يا حاجه اصيله. طيب نسيم الصباح، صباح الخير والعافيه من تابعينك من العراق، منوراني والله. اجمل ورده بتقول وحشيني خالص، ممكن طلب اختي عيد ميلاد،
عيد ميلادها يوم الجمعه، ممكن تقولي لها كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي طيبه عقبال مليون الف سنه. عملت الكب كيك يا جامد، عامله كريمه بقى وحركات وبتاع. تسلم ايديكي الحلوه، حلوه قوي، جامد قوي، تسلم ايديكي. يلا طب بعد نودي، يا نودي. يا شيف الاء ازيك؟ ازيك يا نودي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها. اولا الله يخليك يا نودي، والله تحيه لكل كاست الموجودين مع حضرتك، وكل الشيفات اللي فعلا اخلاق وذوق وادب مفيش بعد كده، كل الموجودين في القناه الله يخليك وكلكم طبعا. وعاوزه من حضرتك حاجتين. اتفضلي. اول حاجه بعد اذنك تنزلي لي طريقه العجينه تاني. عينيا. دي رقم واحد. رقم اتنين، عاوزه انا عندي ذره صفراء عاوزه افرزها، اعملها ازاي؟ حاضر، حلو قوي. حاضر. يعني بس تجاوبيني على ريحانه بعد اذن حضرتك. عينيا الاثنين. تسلمي لي، متشكره جدا جدا ليكوا، وانا هقفل عشان اسمع بعد كده حضرتك من التلفزيون ان شاء الله. حاضر. وبجد بجد تحيه الشيف حامد، تحيه الشيف فاطمه ابو حاتي، تحيه الشيف نونه، شيف دعاء السمنودي، دي الحب الحب. حاضر، هقول لهم وهم اكيد هيسمعوك يا نودي، والله نورتينا وكلنا بنسلم عليك يا نودي. والله بص يا نودي، المقادير اهي، دي ايه دي يا جماعه؟ دي النجريسكو. حد طلب النجريسكو، مقادير العجينه. حاضر، هننزلها واقولها لك، وهقول لك بعد الفاصل تفريز الذره. حاضر، عينيا يا نودي، نورتيني. طب انا عشان بس اتاثرت وبعدين هبطت تاني، ام يحيى. ام يحيى كل اسبوع بتعمل ايه؟ ام يحيى بتنزل صوره بتجمع كل الوصفات اللي انا عملتها معاكم في الاسبوع وبتنزلها. بصوا لي بقى على جمال ام يحيى. استنوا بس، بتقول شيف الاء، مش عارفه اشكرك ازاي على كلامك الجميل ده اللي بيشجعني وبيساعدني، وبجد انا بحبك قوي، وممكن تعيدي على روان لان عيد ميلادها بكره، واحب اعرف رايك في التطبيقات من وصفات حضرتك ام يحيى. لا بصوا لي بقى على ام يحيى بقى بعدين، نزوم بقى على ام يحيى على الوصفات بتاعتها. يلا يلا بينا. بصوا بقى، عامله الكب كيك، فاكرين الكب كيك اللي احنا عملناه في الطواجن الفويل؟ يجنن. وعامله كمان الكنافه بالمانجا اهي، نفس طريقه التشكيل، وبرافو عليها، هي كاتبه كمان تحت كل وصفه الكب كيك المخطط، الله عليكي والله. والمندي الفراخ تحفه. وعامله كمان مثلثات البيض، عملناها مع بعض من فتره، والكب كيك كمان عاملاه ساده، والله عليكي بقى عامله الميني فينو المحشي، الله عليكي يا ام يحيى. وعلى فكره انا مش بشجعك ولا حاجه، انت فعلا كل تطبيقاتك بتبقى حلوه، وكل الوصفات اللي انت بتعمليها بتطلع نفس الشكل اللي انا عاملاه معاكي، وبتبقى احلى كمان. روان بقى بنتها، كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون الف سنه، وربنا يفرح ماما وبابا بيكي يا رب، وتسلم ايدك يا ام يحيى. هنروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل. كنت هقول لكم ايه، احنا البوست، استنوا عشان انا نسيت. شايفين في ايمان كده منزله من شويه بتقول عملت رقائق الذره اللي هي المثلثات اللي احنا بنشتريها من بره دي على طريقه حضرتك، وطلع تحفه قوي، ربنا يبارك فيكي وفي صحتك وفي عائلتك يا ايمان. يا ايمان تسلم ايديكي، حلوه قوي، تسلم ايديكي يا ايمان والله، اهي حلوه قوي يا ايمان. طيب تفريز الذرة، عايزة اتكلم عن تفريز الذرة، وعايزة كمان نودي اللي كانت طالبة العجينة، انا هقول لكم العجينة تاني. تفريز الذرة، انت بتجيبي الذرة اولا، مش اي ذرة نقدر ان احنا نفرزها، بفضل دايما الذرة اللي هي بتكون الذرة الحمراء اللي هي بتكون من عند بتاع الخضار، بلاش الذرة البيضاء، مش بتدي معاكي طعم حلو خالص. دي طريقة العجينة هي نودي اللي احنا عملنا بيها اللقيمات بتاعة الجبنة، وهقول لكم برضو الخطوات بتاعتها ازاي. انت بتجيبي الذرة طبعا بتفصصيها، او ان انت بتسلقيها زي ما هي كده، من يعني بالكوز بتاعها من غير ما تتفصص ولا حاجه، بتسلقيها. عندك اختيارين، ان هي تتسلق نص سلقه، والذره دايما لما بنسلقها في البيت بتاخد وقت شويه، ممكن تاخد معاكي ساعه ونص على فكره، بتاخد شويه وقت. بعد كده بتطلعيها من الميه، بتسيبيها تبرد، وبتفصصيها بعد ما تتسلق، بتحطيها في اكياس، بس دي بعد ما تبرد خالص، وتشيليها في الفريزر. ده خيار. الخيار التاني ان هي ممكن تتسلق معاكي نص سلقه، وبعد كده بتطلعيها تحطيها في ميه ساقعه متلجه، توقفي عمليه السوى اللي فيها، وبعد كده تطلعيها من الميه الساقعه تسيبيها تنشف خالص.
براحتها، ما تستعجليش عليها خالص، تنشفيها كويس قوي وبعد كده تحطيها في اكياس وتشيليها، تبقى كده نص يعني، هي كده هتفرزيها وهي نص تسويه. تعملي ده او تعملي ده براحتك خالص، المناسب ليك يا نودي. طريقه العجينه، انا النهارده عملت لكم عجينه من غير بيض، وما استخدمناش فيها خالص بيض ولا دهناها بيض ولا اي حاجه خالص، من 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم 2 معلقه صغيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من اللبن البودره. ممكن تستغني عن اللبن البودره وتضيفي معلقه زبادي، مفيش مشكله خالص. رشه ملح، عجناها بميه دافيه، ممكن تمكسي ما بين الميه واللبن، ممكن تعجني بلبن، ونفس طريقه التشكيل اللي انا عملتها معاكم. نعدل بس كده ايه اللقيمات بتاعتنا دي ونكمل. انا عايزه اشوف الصاج، عايزين نشوف الصاج اللي احنا حطيناه يستوي معانا، واوريكم الفرق ما بين الصاج اللي ما اختمرش، اللي انا عارفه ان هو مش هيدي معايا نتيجه حلوه خالص، مش هتطلع طريه، وما بين اللي هو سيبناه يخمر براحته. يلا بينا. بصوا بقى، انا بقى مش عارفه هيبان ولا شايفين اصلا العجينه يا جماعه عشان ما اختمرتش، شايفين هي يعني هي مش ملساء كده شويه من هنا، بس يعني سبحان الله والله، بصوا ما شاء الله طريه برده حلوه كده يعني، ما شاء الله جميله. انا عايزه اعمل حاجه، لا انا مش هلفها، انا لفتها في الفاصل بس، ايه يعني الجزء ده يعني محتاج ياخد لون شويه لسه. عايزه اقول لكم ان العجينه لما ما تكونش مختمره تطلع معاكم ناشفه، العجينه ممكن ان هي تتفتح معاكم شويه لان هي مش واخده راحتها في التخمير، فالعجينه بتبقى ناشفه شويه، هتطلع معاكم كان كده فيها خطوط كده من فوق ما بتكونش ملساء، وكمان مش هتطلع معاكم هشه، فضروري قوي خطوه التخمير قبل الفرن. طيب مريم علي بتقول تسلم وقفتك، يا ريت اكلات دايت وكمان معجنات بدقيق الشوفان، حاضر، بدون اي دقيق ابيض او حبه كامله، شكرا جزيلا لحضرتك، اموره ومحترمه كده في نفسك، شكرا يا مريم والله، تقول ان هي اتعلمت حاجات كتير، شكرا لكل كلامك الحلو. طيب ثانيه يا جماعه، البفتيك، عامله البفتيك، بصوا مريم، تسلم ايديك يا مريم والله، تسلم ايديك يا مريم. طيب دودي كانت سائله بتقول على تنظيف الخشب من الدهون، يا حاضر جماعه، ناس كتير قوي على فكره كاتبه اللانشون هنعمله ان شاء الله الاسبوع ده، تابعوني الاسبوع. سوهاج، تحيه من سوهاج، وحاجات حلوه قوي والله العظيم، انتوا الله. البطاطا بالبشاميل، زكيه منزله، ينفع نجيب البطاطا بالبشاميل بتاعت زكيه؟ عاملاها حلوه قوي، تسلم ايديكي. تسلم ايديكي والله يا زكيه، اهي يلا بينا، تسلم ايديكوا الحلوه على كل تطبيقاتكوا الحلوه، وشكرا شكرا لكل الكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه، وشكرا لكل مكالماتكوا. جربوا لقيمات الجبنه، انا متاكده ان هي تعجبكوا، حلوه قوي قوي والله، وهتدي معاكوا كميه جميله قوي. بكره ان شاء الله حلقه تحفه، انا متاكده ان حلقه بكره هتعجبكم، احنا لسه مكملين في باك تو سكول، هنعمل حاجات كده برضو ليها علاقه بالمدرسه، بس تفريز بقى الحاجات اللي هي تنفع كده للاطفال في اللانش بوكس. اتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم، شوفوا الاعاده ان شاء الله الساعه 8:15 بالليل و3:30 الفجر، وبس كده، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.